وهذا الشيء ماشي غريب علينا احنا كمغربيات، انه كنهتموا بالجمال ديالنا وهذا الشيء احنا تعودنا عليه من جداتنا ومن مواتنا اللي على طول تيستعملوا مثلا الغسول ولي ماسك والريتوال ديال الحمام المغربي. وبالنسبه ليا فيما تنمشي يعني تيسولوني مثلا على البشره ديالي ولا على شعري، اول شيء تنقول لهم هو زيت ارغان، وانا من الصيش الحا دونك معوده على زيت ارغان كو سوا في الاكل كو سوا لا بوتي. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي ولا تنسوا تشتركوا ابوني في لاشين يوتيوب.